سيد فلاح، يعني في يعني هذا اليوم اذا نتحدث عن ذكرى اغتيال يعني السيد قاسم سليماني وايضا ابو مهدي المهندس، والبعض يتحدث يعني هناك على اصرار من امريكا على ضرب ايران، وهو يبحث عن يعني اي مبرر فيما ترد ايران وتتحدث بكل صراحه انها مستعده لكل هجمات على المنطقه وعلى ايران تحديدا. اليوم شلون ممكن نقرا الاحداث اللي يمر بها يعني الوضع بالعراق، يعني ايضا الجانب الامريكي الايراني؟ نعم سيد، شكرا للاستضافه والتحيه الطيبه لك ولضيوفك، والتحيه موصوله لكل اهلنا وشعبنا اينما كان. بكل تاكيد الخلاف والصراع الايراني الامريكي لم يبدا بعد محاولة أو بعد عملية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، ولم تبدأ بعملية اغتيال فخر زادة، ولم تبدأ عندما تركت أمريكا الاتفاق النووي المعروف بعنه أو ما يعرف بعنه 5+1، بل إن الصراع بين هذين الطرفين إيران وأمريكا تعود جذوره إلى عام 1979، عندما قام مجموعة من الطلبة الإيرانيون السفارة الأمريكية بتأييد ودعم من القيادة الإيرانية، والذين أصبحوا فيما بعد قادة في المجلس الثوري ووزراء وأعضاء برلمان بل حتى رئيس جمهورية. فكل هذا الصراع وليس حديث يعني جديد اللحظة، وإنما من زمن من 79. نعم. فبكل تأكيد هذا الصراع سوف يستمر، لأنه إيران تريد أن تجعل من نفسها قوة إقليمية تقف بوجه الإرادة الدولية. عندما نقول تقف بوجه الإرادة الدولية، فإن أول ما قامت به إيران وكسرت أو تحدت الإرادة الدولية عندما اقتحم هؤلاء الطلبة السفارة الأمريكية، وهم بهذا العمل قد نقضوا وكسروا اتفاق ما تعرف باتفاقية روما التي تحدد العلاقات الدبلوماسية بين الدول. ولاحظ أيضا نفس هذا العمل تحقق بعض الميليشيات المسلحة المنفلتة في العراق قيام به في المنطقة الخضراء عبر رشق السفارة الأمريكية أو محاولة اقتحامها بهذا الشكل. فهناك تحدي من إيران إلى المجتمع الدولي. أما بالنسبة ذكر أحد ضيوفك أنه الاتفاق النووي كان يجب أن يعني يبعد فتيل الحرب بين الطرفين، لا أعتقد ذلك، لأن الاتفاق كان ناقص، وحتى جو بايدن أو المقربون منه، وما نطلع ونقرأ في الصحف الأمريكية وفي خاصة في واشنطن تايمز ونيويورك تايمز، بأن الفريق الجديد لبايدن الذي سوف يرافقه في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون الآن عن إضافة فقرتين إلى الاتفاق النووي. الأولى هي البرنامج الصاروخ الباليستي، أي منع إيران من تطوير برنامجها الصاروخ الباليستي، والنقطة الثانية هو توقفها وعدم تدخلها في دول المنطقة. وهاتين الفقرتين أو النقطتين ترفضها إيران، وهذا هو الخلاف بين أمريكا من جهة وحلفائها وبين دول المنطقة من جانب، وبين أمريكا خلي جاوبك استاذ.